سلاح الطاقات الروحية والطاقات البناءة. لا يكتفي الإمام المهدي عجل الله فرجه باستخدام طاقاته المادية كقائد، وإنما يضم إليها طاقاته الروحية كإمام. فإذا وجد الناس بالفعل عناصر السماء وراءه، فرأوا الملائكة يقاتلون بين يديه، ووجدوا الأموات قد نشروا من قبورهم يحملون أسلحتهم إلى شتى الجبهات للدفاع عنه، ووجدوا الإمام يأمر الصحراء أن تنخسف بأعدائه، فتبتلع الصحراء جيشا كاملا برمته، ويأمر السحاب أن يدمدم على قوم فيمطرهم بالسواعق حتى لا ينجو منهم أحد، ويأمر أسلحة أعدائه أن تكر عليهم فتعود إليهم الأسلحة التي في أيديهم حتى تبيدهم عن بكرة أبيهم. فإذا استخدم الإمام كل صلاحياته المادية والروحية، فهل يجرؤ ملك أو رئيس أن يشهر نفسه مهما بلغت قواته لمقارعة قوى الأرض والسماء متكرسة في شخص؟ وهل يوجد شعب يسمح لرئيسه أن يعرضه لبطشة ماحقة تدعه بدءا؟ هذا إذا اكتفى الإمام المهدي عجل الله فرجه باستخدام صلاحياته الكفاحية فقط. وأما إذا ضم إليها طاقاته البناءة، ففجر خيرات البر والبحر، واستمطر خيرات الجو، وجاء بالعلوم الكثيرة التي سيرها الأنبياء على البشرية المنحرفة، فرفع مستوى العقول، وزكى المواهب، ونور الأفكار، وفك عقد الحياة، فمكن الحضارة السعيدة التي لا تكدرها المشاكل، وأعلن العدالة الشاملة التي لا تلوثها الجرائم، فمسح المتاعب عن الجباه، وكشف القلق والحيرة عن العيون. فإن شعوب العالم تتهافت عليه لتقديم ولائها إليه، وللانضمام إلى كنفه الوادع السعيد. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب، قرة للعيون.